كان هناك تقارب في وجهات النظر حيال قضايا أخرى، بالتأكيد كل دولة لها مصالحها، لكن هناك تقارب كبير وبعيد في المواقف المصرية الروسية حيال بعض القضايا الإقليمية الأخرى. وهناك أيضا بعض القضايا التي تحتاج إلى مباحثات ومناقشات، لكن على المستوى الثنائي، على المستوى الثنائي هناك حالة من حالات الوئام الكامل والتوائم الكامل، وحالة من حالات الاتفاق التام في مجمل القضايا الثنائية وترفيع العلاقات الاستراتيجية وتفعيل ما تم ترفيعه وتفعيل كل هذه المباحثات وانعكاسها على العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، التبادل التجاري، أيضا إقامة منطقة روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأكبر منطقة صناعية ولوجستية ربما في هذا الإقليم، أيضا مشروع محطة الضبعة النووية والمصارعة في وفقا للجداول الزمنية التي حيث أن التنفيذ يسير بشكل أكبر مما هو مخطط، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى ربما يعني لم يتم الإعلان عنها. لكن في كل الأحوال العلاقات المصرية الروسية وفي اليوم الأول كانت مباحثات بتعكس علاقات فوق الممتازة وحفاوة بالغة. الحقيقة الكاميرات لا تنقل المشاعر وما جرى خلال اللقاء وبعد اللقاء بعد انتهاء المباحثات الرسمية بين الرئيس بوتين والرئيس السيسي. كان الرئيس بوتين بيودع الرئيس السيسي بعد انتهاء المباحثات، وقف الرئيس بوتين يستمع إلى الرئيس السيسي ويتناقش معه حوار ودي، يعني وهما الاثنين واقفين أكتر من يمكن نص ساعة، أكتر من نص ساعة حوار ودي، يعني لا يمكن إن احنا نقدر نوصفه، بس بيعكس تفاهم وتطابق وعمق وصدق استراتيجي في العلاقات المصرية. ده أول اجتماع عمله الرئيس يوم وصوله يوم الثلاثاء أول